بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم حنزل قناة حمود فيديو جديد. اليوم راح ألعب زي ما قلت لكم بالحلقة السابقة، راح ألعب اليوم شو اسمه هذه؟ اعمل نفسك ميت. سكاي بلوك وني بلوك، ان شاء الله سلسلة تعجبكم. راح يكون عليها سلسلة طويلة عريضة في القناة، راح نكمل عبين ما ان شاء الله نقتل تنين اذا في تنين. برش فيه وشو بصير بالنهاية، ان شاء الله يكون في تنين. انا متوقع انه راح يكون في تنين، راح يعطوني بلوكات تبعون الاندو اقتل التنين. فيب خليكم مع المقطع. قبل ما نبدا المقطع يا شباب، بليز بس سبسكرايب يا غني. اول شيء عندنا بلوك واحدة، شو بدنا نسوي فيها؟ بنكسر 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 بننط ونكسر. الحمد لله ما وقعنا، نط وكسر. بعرف انه منوقعش بس يلا سلكولي. هذين بكتبوا لك كلمات يلي تنكتب دائما. حلو، طلع لي شاست. خليني اكبر المنطقة لايك قبل ما نفتح الشاست. حلو كالعادة، ما هو بهذا يطلع لنا شيء. خلينا نكسرها وناخذها. طبعا شباب العالم للاسف على هارد، طبعا السلسله كلها راح نكملها على هارد وبدون كيب انفنتوري. يعني حلو حلو حلو، طلعوا لي هذول اللي على اليمين. طبعا شباب اذا بدكم اعمل لكم طريقه يعني كيف تجيبوا هاي العلامه الدائره اللي انا لمني اكبس بتطلع بالشاشه، اذا بدكم اياني يعني اعمل عليها طريقه يعني كيف اجيبها اكتبوا لي تحت الوصف. طبعا كتبوا لي هون قبل شوي شو المراحل، انا مش راح اقراهم. وبدا الستيج الاول اللي هو تريست ذس ان شانل. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. حلو حلو، اول بلوك خشب تتكسر. جرافل ديرت ديرت ديرت، يلا خلينا نكسر نكسر نكسر. طبعا شباب اتوقع الفيديو راح يكون مدة تصويره نص ساعة، ومع التكسير راح يكون بصر قديش يعني، يمكن من وانا بكسر يمكن اعمل لكم تسريع. لا بليز، على كل حذر، بدناش ولا حيوان نفرط فيه نكسر. لازم اعمل شيست. خلاص هاي حلو معي شيست. حلو خلينا نكمل تكسير مع تسريع عمو تسريع. يلا 3 2 1. ابعد عني بطة. راحت البطة، راحت وين راحت وين راحت وين راحت يا هي البطة. انا مؤمن اني بطيء. شباب البطة راحت، ولا هي عوة، ولا قصدي دجاجة دجاجة. وي بطة دجاجة دجاجة. عم التسريع اشتغل. شباب طلع لنا هذه نقدر نكسر فيها هذول الورعين. خليني احطها بالشاست وخليني اكبر المنطقة مع عمو التسريع. يلا ورعة. حلو في شاست صح. حلو بونميل بنقدر انه نكبر فيه اذا بيطلع لنا شتلات واكل. حلو جوج عم التسريع. لا وين عم التسريع؟ دغري بقرة روح لهون. بطة دجاجة 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 خلاص ما دجاجة يا ورعة. نشوف شو طلع بشاست، بس قبل ما نفتح شاست لايك قصدي اشترك. ولا
وليش انا بسوي اكسر وخلاص. ولا يا الورد لازم احطهم شبه بالشاست عشان حرام الخنزير. الخنزير هون عندنا محرم. السلام عليكم. انا مؤمن اني بطيء. اوه ورد ورد. شباب طلع لنا خنزير تاني. الخنزير حرام. منظره كيوت بدوش يعني حرام. متى نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. شست او شست شست. خشب الدنيا ستاك خشب هولي مولي مع ليفز. يلا كسر 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 كسر. شباب انا زهقت منهم هذول. لا لا الحمد لله. خروف ورع خروف ورع ورع. حاسس البطه ناوي علي. خليني اعمل حظيره. إنها المخاطرة في حياتي. بلا دراما بلا بطيخ. أصلا شو دخل الدراما ما بعرف. سألنيش. Let's go تكسير. ديش خشب يعني. الحظيرة لازم تنعمل اليوم قبل بكرة. ابعد. شاد شو قصة الخنازير؟ قلتلكوا هاي المرة لحالك روح لحالك روح احسن الك واليه. روح لك ولك خلاص. فكرته وقع. لماذا لماذا لماذا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله لحم الخ اعوذ بالله اعوذ بالله. ضربته بالغلط. هو يس خبز ليوم الخبز. خبز ليوم الخبز وبكاكس ومية. المية يلي الي بصر قديش بستناها. المية اهم شغلة لانه هلا يا شباب بصير ينحط جرافل ويوقع. انا بدي اياه الجرافل لان الجرافل
لماذا يعيش السمك في الماء؟ خليكي بحبك. هاي يا شباب مصدر اكلنا. هاي اذا باخذ صحن وبحلبها بتصير تعطيني شربة فوق. فخلينا اكبر الحظيرة واعمل الحظيرة على سريع. فخلينا اعمل حركة سحرية. حركة عمري ما عملتها. بوقف هون. طلع تحت. لا خلينا نطلع قوس. حط بلوكي هون بلوكي هون وبلوكي هون ونلزق. واحد اثنين ثلاثة وتنتيرين. خلصت الارض وهلا بدي اعمل فينس. اول اشي لازم اخذ خشب عشان اعمل فينس. طبعا شباب لازم اعمل فينس ضروري ضروري عشان ما يوقعوا ويوقعوش. لماذا نحن بحب على فكرة انا الجروس. فخليه شوي تي 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 تن 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 تن. شباب اسف على الدروبات اللي راح تصير بالمقطع لانه ماينكرافت عليها كتير دروبات، مش بس شوي، كتير دروبات، لانه موقع التصوير اللي انا بستخدمه معلم قلش صدقوا مش عارف شو احكي لكم عنه. طبعا شباب هلا لازم ابدا احط الفنس واسف على دروبات الشنيعه. يا حوما انقلعي يا حيوانة. إلي ساعة بعمل بالحظيرة انت وياها. انت خالفتوا القوانين، لازم تنضربي انت وياها عشانك وقعتوها هديك. هلا هاي رح استناها تروح على الجسر. لا بنقدر نكسر على راحتنا. طلعنا خنزير المحرم شرعا دوليا. شو دوليا محرم عندي في عالم ما فيش خنزير ولا فيش خنزير فيش خنزير. لماذا تطير الغيوم والطيور؟ سؤالا يراودني. خنزير مش خنزير حبيبي. باي باي الخنزير جاي. هولي مولي هولي مولي كم تو دادي بليز. لا اوعى تنتحب. ايوه هون في شيء حلو كثير كثير حلو. امشي على هناك على هناك على هناك. لا ليش ضربته بالشبل؟ الشبل بالشبل تدمج. Thank you.
لماذا تطير الغيوم والطيور؟ سؤالا يراودني. طلعت لنا ثلاث بيضات ورا بعض. شو هذا؟ هلا انا فقست ثلاث بيضات. الرابع من وين اجاك؟ يا هم لا ايوه تعي 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 ولد انت ولادك اصلا منك شايفتيني معصب منك بدك ياني خلص خليه خليه حرام الف زائد يا شباب ايش روح خلينا نكسرهم خلينا نكسر انت خلاص خذوا كلكم بس اذا كان الفيديو اليوم لا تنسوا تعطونا لايك سبسكرايب ان شاء الله الفيديو يعجبكم اذا حابين اني استمر في هاي السلسلة وصلوا الفيديو 5 لايكات وبس سلام عليكم.